الشرقية هي دائما سباقة، وأنا دائما أنا مشخصها وياك، دائما بنتكلم. الشخص الشرقية دائما موجودة بكل المحافل الفنية، وخاصة برنامج هوليود الشرق اللي ترك بصمة كبيرة في قناة الشرقية، ونتابع كل أخبار الفن من خلالها ومتابعتك وجمالك في الأداء. فكرة التنافس بقى بين الإعلاميين، بتشوف الفكرة دي إزاي؟ وهل المهرجانات المتخصصة في المجال ده كافية ولا لسه عددها قليل؟ الحقيقة أنا أتمنى يعني يكون المهرجان خاص في البرامج الإذاعية، لأن هسه أنا كمهرجانات عربية نأخذ كل الأعمال فنياً، منها مسلسل وإن كان فيلم وإن كان، لكن أتمنى يكون هناك تخصص في مجال البرامج التلفزيونية، بيكون حافز أكثر لتطور هذه البرامج والركض وراء الإبداع. طبعا ببارك لك على مسلسلك الجديد اللي بتحضر له دلوقتي، فتقول ايه عنه؟ والله ان شاء الله خير. يعني احنا تعرف احنا في مصر عندنا اعمال مشتركه، واعتقد قبل فتره عرضت ان عمل كان صفي اللول، ان شاء الله انتهى هذا الاسبوع من التصوير وبنحضر لمسلسل جديد نفس الشركه، شركه الناظر للاعلام العراقيه في مصر. قبل التسجيل كان بيقول لي بلاش نتكلم على المسلسل، يعني تخاف من الحسد ولا ايه؟ لا احنا بعادتنا يعني تعرف الشرقية هي قناة فضائية كبيرة، من نعطي تصريح لازم نكون صادقين، لكن الآن احنا في تحضير ان شاء الله باتفاقات، يعني نقول 20-50% من التحضيرات ان شاء الله متهيئة، لكن تعرف انت يجب ان يكون على أرض الواقع. تذكر المسلسل اللي قبله ما أعلننا إلا في أول يوم وثالث يوم التصوير، حتى نكون أكثر مصداقية مع المشاهدين ومع القناة ومعكم. مصداقيتك محفوظة ودايما متألق وكل أعمالك جميل. والله يا صديقي أتمنى أن نوصل إلى تألقك الجميل. أستاذ محمد أنت مبدع، يعني أنت صديق قديم. بشكرك جدا ومنور الدنيا كلها. الله يخليك، ينور بيكم، ان شاء الله نشوفكم في العراق في مهرجان عراقي كبير ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه تقول لي نفس الكلام ده وما بشوفش حاجه. الظروف اللي بدا يمر بها البلد، لكن ان شاء الله بدينا نتعافى، وهناك يعني اكو فد اندفاع ان شاء الله جميل تجاه الفن في العراق، وفتح صالات السينما وانتاج الافلام والمسلسلات، واكيد هذا راح ينتج عنا مهرجانات كبيره ان شاء الله. التوفيق دائما ليك وللعراق الحبيب دائما باذن الله. التوفيق للجميع ان شاء الله، ومن بلدي الثاني او الاول اقول هو مصر. انا بحيي كل جمهور الشرقيه وفي الدول العربيه وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان. شكرا. شكرا يا حبيبي، تسلم لي.